اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم من قلب الظهير الصحراوي في محافظة الاقصر. هنعيش معاكم في جولة على الهواء مباشرة لاجواء فرز وتجفيف الطماطم في اولى المحطات التي تم افتتاحها برعاية السفارة اللبنية ومؤسسة السويرس، واللي بتخرج من هنا من طماطم اسنا الاجود في العالم، جاهزة ومجففة لتجوب كافة أنحاء العالم متصدر إلى كافة دول العالم. زي ما انتم شايفين دي مرحلة الفرز. هنا بيتم الفرز لإخراج أجود الحبات للطماطم لتكون جاهزة للتجفيف والتصدير للخارج. بعد الفرز بتيجي مرحلة التجهيز للغسيل قبل التقطيع في اللحظات الأخيرة، وزي ما انتم شايفين هنا مرحلة الغسيل. السلام عليكم. قولوا لنا بقى احنا بنعمل ايه هنا حاليا؟ الطماطم بعد ما قطيناها طهارة، بعد ما فرزناها تمام احسن الجودة تمام، بعد كده غسلناها عشان تخش على مرحلة التقطيع تمام. يعني لو فيها اي طين اي زبط لازم كل حاجة تغرق قبل ما تخش التجفيف. ايوه كله بلقت وبريق عفوا. ما شاء الله عليكم. هنا عبارة عن افواض مجهزة للغسيل لتخرج الحبايب طبعا بدون اي شوائب او اي مشكلات. السلام عليكم. ما شاء الله عليك. بعد مرحلة الفرز زي ما انتم شايفين هنا بتخرج الحبات الغير صالحة، وهنا الحبات الجاهزة للغسيل. بننتقل بعدها لمرحلة التقطيع. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله عليكم. دي مرحلة التقطيع صح كده؟ اه. احكي لنا بقى واشرحي لنا بالراحة كده الدنيا بتمشي ازاي في المرحلة ديت. مرحلة التقطيع ولا من أول المراحل؟ من أول المراحل. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة بنجيب الطماطم بنفرزها. تمام. بعد الفرز تنزل على مرحلة الغسيل. تغسل كويس وتتشفط وتتنشف من المية يعني. تمام. بعد كده بنعمل ايه مرحله التقطيع. التقطيع بعد ما تتقطع الطماطم كده بنرصها على الشجره. تمام. التقطيع ليه شكل معين بالعرض ولا لازم تكون؟ طبعا لازم تكون الطماطم زي كده شبكه في بعضيها. تمام. بس بنحوش الفواقد منها. تمام. بايظه وكده يعني. وبعد كده بنحطها على الشجره ونرشلها ملح وكبريت. كده نرشلها ملح وكبريت. تمام. طبعا نسبة التركيز يعني لازم يكون الملح اكتر من الكبريت. تمام. وما تخف ما تقلش النسبة بنسبة ان احنا لما نرش ما تشمعش الطماطم، لو زادت بتحرق الطماطم. لازم يعني الواحد يكون عنده اللي نسبة معينة وسنس معين يعني. بس وبعد كده بتنشف الطماطم وتبدا بقى مرحلة في اكياس وكده التخزين. الجمع والتخزين في الاخر. فرز وتخزين. ما شاء الله عليك، كل عام وانتم بخير. طبعا بعد مرحلة التقطيع بنخش هنا على المرحلة الأخيرة. هنشوف معاكم قبل دخول مرحلة التجفيف والوصول للشمس.
الملح هي بالبقيع وانت بتخش الملح بالبقيع بعد المرحلة دي بتنتقل هنا إلى التجفيف والاستفادة من الطاقة الشمسية. هنا طبعا بتكون درجة الحرارة أعلى من الخارج بالطاقة الشمسية، والطماطم بتجفف في الشمس. بهذا المشهد اللي انتم شايفينه أمامكم مشهد مميز، أجواء صناعة عظيمة بتتهافت على الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية لاستيراد الطماطم المجففة من محافظة الأقصر. كان معكم في جولة داخل أول محطة لتجفيف الطماطم بالطاقة الشمسية في محافظة الأقصر، أحمد مرعي مراسل تلفزيون اليوم السابع.